طب انت ازاي اجبرت الترجي انه يخسر كرات الزمالك من بدايه اللقاء هو بيعمل ضغط عالي واستخدم فيه سيف جعفر فريرا هو بيلعب أربعة 3 3 قبل كده كان بيستخدم ارتكاز واحد ثابت هولدنج واثنين بيتحركوا يمين وشمال لا النهارده استخدم الاثنين بيتحركوا عرضي رؤى ودونجا مع ميلان دونجا شويه ناحيه الشمال وسيف ناحيه اليمين او بتبادل ساعات سيف كان بيروح شمال ولكن كان كتير جدا من الوقت المثلث معدول الاثنين بيتحركوا عرضي وسيف بيستخدم في الضغط العالي بما ان سيف هو مش قادر يستخدمه كتفندر كامل وعندوش الاستخلاصات الكبيره كان بيستخدمه في الضغط العكس دي من بدايه اللقاء الدقيقه هنا الموقف لو ابص الكره في رجل مدافع هتحس ان الموقف مريح جدا بص سيف بقى بيستخدم خفه حركته وان هو مش ديفندر تقليدي وما عندوش الجسمان الجامد لا بيستخدمه بص الصوره اللي بعدها هتلاقي سيف في ثواني بيضغط سيف هو اللي ضاغط بسرعه جدا وبيضغط مكانه هات الصوره اللي بعدها هتلاقي الترجي بيفقد الكوره للزمالك في مكان كويس ان الزمالك يبدا بيه هجمه دي كانت في الدقيقه كوره الهدف الاول تمت بنفس الطريقه انا دايما بحب الاخطاط بداية المباراه لانها بتعبر عن تعليمات الجهاز الفني صح. دي كوره الهدف الاول الكره هنا مرتاحه جدا في رجل لاعب الترجي شوف الضغط سيف اللي هناك آه. الصوره اللي بعديها في ثواني سيف كان ضاغط على اللاعب اللي رايح له الكرة وقطع الكرة هات الكرة بعديها هي دي الكرة اللي اسفرت عن الهدف الاول سيف بقى في موقف كويس جدا مررها لسيف الجزيري سابها اللي يعني الناس عارفه الجون مررها لديزو وراح ما بعد الهدف هات الحاله الثالثه آه. نفس النظام بيضغط على حارس المرمى هنا سيف الجزيري بيضغط هات الصوره اللي بعدها هتلاقي راحت للمدافع الصوره اللي بعدها كان سيف جعفر واخد الكوره وكانت ممكن كوره خطيره ولكن سيف يعني حاول يرجعها فالكوره اتقطعت فالضغط العالي كان احد اسلحه الزمالك استخدم فيه سيف جعفر رقم اتنين اللي كان جديد على الزمالك وما بيعملوش من اول السنه وهو ما بيعملوش من اول السنه لان ده تقصير مفيش فريق ما بيلعب وخطوطه بعيده الزمالك النهارده كان بيلعب الكوره كما يلعبها العالم كله خطوط متقاربه سواء علت البلوك او نزلت بالبلوك بلوك. ده دلوقتي بلوك متوسط بص هنا المسافه بين سيف اول مهاجم وبين خط الدفاع هيل. مرة في اثنين هات الصورة اللي بعديها دي الكورة هتروح هتلاقي الترجي هنا مهما ينقل الزمالك محافظ على المسافة اللي بين سيف كأول فرد وبين حسام عبد المجيد وخط الدفاع لغاية لما الكورة بتروح للطرف بتجبر الفريق اللي قدامك يلعب على الطرف هات الصورة اللي بعديها هتلاقي غلط في التمرير والزمالك بياخدها في موقف كويس دي كورة الكورة لقطة دايما بأكد نفس النظام هيحصل في كورة بعديها هات الحالة الثانية من تقارب الخطوط م. هنا هنا البلوك نزل يعني احنا جبنا بلوك متوسط لو هو بلوك منخفض نفس النظام المسافه بين سيف واخر لاعب واحده هتلاقي الترجي ما عندوش المساحه اللي يلعب فيها عشان كده خسرت كرات كتيره هات الصوره اللي بعديها هتلاقي نفس النظام الكره بتروح لطرف الصوره اللي بعدها على طول هتلاقي دايما خطا في التمرير لغايه لما الكره تطلع اوت نفس النظام كامبل هي دايما اخطاء بتجبر الخصم أنه هو يغلط هات بقى لما الزمالك علل البلوك اخر حاله من حالات الضغط دي دايما ده هنا الزمالك بيستحوذ ويبقى الموقف خطير هات بقى اخر حاله خالص في الضغط العالي معانا هنا لما الزمالك هيعلي البلوك برضه هيحافظ على كم من الحاله اللي بعديها بتاعت الضغط لحالة هي حاله الدقيقه 37 هنا بقى الزمالك بيضغط من فوق بص الدفاع فين؟ على خط النص الناس تبص هنا على مدافعين الزمالك فتوح على خط المنتصف بالظبط برضه يعني احنا خدنا حاله بلوك متوسط حاله بلوك منخفض حاله بلوك عالي المسافه ما بين كل الخطوط متقاربة ما فيش الدفاع واقف عند منطقة الجزاء والخط النص ما بيرجعش هنا حتى بص شلبي في الكرة دي هوري لك حاجة ظريفة جدا شلبي هيسيب مكانه يضغط وهيرجع يرتد بسرعة تاني لمكانه ده الزمالك عمله بشكل كويس جدا 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 طول المباراة